المايكرو سيرجري، المايكرو سيرجري يعني يستخدم ادوات الدايمتر مالتها 2.5 2.5 ملم، بينما الادوات التقليديه هي هاي الدايمتر مالتها يكون 5 ملم. هذني شنو فائدتها؟ هذني يدخل من المدخل تقريبا 3 ملم. بالتالي العمليه الجراحيه الناظور ما يبان الاثر مبين. اي هذا الدايمتر مالته يكون تقريبا 2.5 ملم 2.5 ملم 2.5 ملم. هذني يستخدمون بجراحه الاطفال، يستخدمون بنفس الوقت عمليات المايكرو، يعني عمليات الجراحة الناظورية الدقيقة جدا. اوكي، بينما التقليدية نستخدم فيها هاي الأدوات اللي تكون أكبر. المداخل مالتها مرتين تكون أكبر. يعني اكو فرق بين المدخل هذا، اكو فرق بين المدخل هذا. من هذا الشكل يتغير، هذا فرق كلش هواية. اوكي؟ برنامج مستلامة كل شيء جديد وحديث مع الدكتور حيدر علي رماني.